اخوان بس اربط حديثكم بعد اذنكم عندنا غيوب بشكل حياكم الله اهلا وسهلا بكم تفضلوا واحد منا واحد منا خلي الناس تشوفكم منين شكرا جزيلا خلي المايك خلي الناس تسمع احنا من الانبار من الرمائي تحديدا نعم من محافظه الانبار العزيزه حياكم الله شنو هذا الهاشتاج من الرمادي للبصره من الرمادي للبصره متعنين والنعم حبينا نشارككم الفرحه بصراحه ونشوف هاي الاجواء الحلوه الرمادي يعني مدينه في محافظه اخرى بعيده في غرب العراق ايوه غرب العراق تحديدا طبعا نعم كم كيلو تبعد تقريبا من ناس 600 كيلو عن اي في حدود الاردن صح احنا صلاله بين صلاله ومسقط 1000 كيلو 1000 بالضبط حدود الاردن بالضبط شلون الاجواء بالبصره الاجواء كلش حلوه ما شاء الله ما شاء الله والله كلش حلوه مفرحه الاجواء احنا ودنا نسالك كيف الاجواء في الرمادي باحتضان البصره يعني انا ما اقول لك الاجواء تقريبا مماثله وانما فرحه الناس لا اعرف سؤاله يقول لك شنو مشاعر الناس بالرمادي باستضافه البصره لهذه البطوله كلش فرحانين بصراحه كلش فرحانين سعداء هالاستضافة اجوا جمهور كبير من الرمادي هنا بكثره جروبات تطلع بصراحه من هناك لهنا كثيرين جدا يعني من الساعه 7 لحد قبل انطلاق البرنامج اذا سمعت حفلهم هذا اللي هنا هم يمتازون برقصه التشوبي هم اللي كانوا هنا بالرع اهل الانبار حياكم أي. الله حياكم الله حضراتكم مثل ما سمعت اطباء بالضبط شلون هذه المهنه اطباء بيطريين مو هيك بالضبط اطباء بيطريين أي. موجودة هيك بشكل عام واكو تفاعل مع هذه المهنة وشنو ارتباطها بالرياضة وحبكم بالرياضة؟ الرياضة تعرف الرياضة تجمع الجميع تجمع طبعًا. الكل طبعًا. واحنا كأطباء بيطريين حبينا نشارك الـ 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 يعني هو كل فئات المجتمع الصور مشاركة بهذه الفرحة طبعًا. طبعًا. فحبينا نشارك وياهم نعم منكم واهلا وسهلا بكم وحياكم الله مشرفين شكرا جزيلا اهلا الله وسهلا حياكم الله حياكم الله اهلا وسهلا فيكم